انا متجوزه بقالي 6 سنين. انا من الاول خالص وانا بكتشف ان هو بيكلم بنات على النت، وكل لما كنت بواجهه كان بيقول لي انه ما عملش او انه مش هيحصل تاني ويرجع تاني. وبعدين شاهدت اهلي وشاهدت اهله، وبرده كان الاول بيطلعني مقصره. قعدت من الشغل وقعدت من وعملت كل حاجه يعني عشان خاطر بيبطل، وبرده ما بيبطلش. هو بيطلب بنات علاقات كامله ومش عارف حتى يخلي في بنات تجيله في البيت او حتى هو يروح لهم، مش عارف. بيتكلم على بنات على الانستجرام وعلى اي حاجه، على اي حاجه، اي بنت شمال تلاقيه بيروح يتكلم معاها، عايز اي حاجه واي حاجه وخلاص. تمام. انا مش مقصره معاه خالص، يعني انا بعمل له كل حاجه هو عايزها. بس هو بيقول ان انا نكديه. بصي، هو انا ممكن ساعات ببقى نكديه معاه لان انا مش حاسه بامان معاه. عندك منه اولاد يا رضوى يا رنا؟ عندي ابن واحد وهو عايزني دلوقتي اخلف تاني. بصي، هو حصل مشكله من سنه. كان مصور نفسه فيديو ان لله خالص خالص. وبعدين شحنت اهله وشحنت اهلي وكان الموضوع هنطلق يعني. وبعد كده رجعت، وبعدها اهله غلطوا فيا غلط كبير قوي في عرضي يعني، وبقيت مش بتكلم معاهم خالص. وبعد كده هو حصل له حادثه فخلاني ارجع تاني اتكلم مع اهله. دلوقتي انا بكلم اهله عادي، وكلهم دلوقتي بيقولوا ان انا اخلف تاني، وانا مش حاسه بامان خالص ان انا اخلف معاه تاني يعني، على اساس انه لو حصل اي حاجه يبقى عندي عيل واحد يعني. بس انا دلوقتي مش بشتغل. اهلي مقتدرين وهم بيساعدونا لحد دلوقتي. اهلي يعني بروح يعني بسيب البيت وارجع عند اهلي وارجع تاني عنده. اما برجع تاني عنده اهلي بيساعدوني عادي، هم بيساعدونا من اول ما عرفته يعني. هو بيساعدوه عادي، مفيش مشكله بالنسبه لنا. بس انا مش عايزه اقعد في بيت اهلي بابني يعني، مش حاسه بخصوصيه وكده. فعشان كده ده اللي خلاني ارجع تاني اخر مره. ودلوقتي هو اخد باله كويس قوي، ولا بيوريني موبايل ولا بيوريني اي حاجه في الحياه. علشان كده يعني هو فاكر ان كده يعني الدنيا هتبقى مستقره بالنسبه له، وانا مش متنكده وانا مش متضايقه وكده، ومش عارفه هو بيعمل ايه من ورايا وكده. بس طبعا ده ما بيني وما بين نفسي مخلي نفسيتي مش كويسه. بس برضه بتعامل معاه كويس، عايزه بما يرضي اللي والله العظيم هو واهله. تمام. طب اسمعيني يا رنا، اسمعيني يا حبيبتي. اولا نصحتي مره واثنين وثلاثه، ودخلتي اهلك مره واثنين وثلاثه، ومازال بيكلم بنات وعلاقات كامله، استغفر الله، وتصوير فيديو وكلام الفاضي ده. طيب يعني انا اللي انا عايزه اساله لك، يعني على اي اساس كنت بترجعي كل مره انه خلاص مش هيعمل كده تاني؟ في عمل تاني مره، ثالث مره، طب وبعدين؟ لو انت قادره تستحملي انك تعيشي معاه على الوضع ده كملي، لا انا ولا غيري هيقدر يقنعك. لكن فين الامان في العلاقه؟ فين الامان؟ فين ان انا احس ان الراجل ده يخشى الله عز وجل؟ فين ربنا في الموضوع ده؟ بركه والله لو كنت مليونيرات، والله لو كان ملياردير وبيجي لكم فلوس الدنيا والاخره، يمحق. مفيش برطوش تشال. الزنا يمحق الرزق، يشيل الرزق، لا يبقى في رزق ولا بركه. ولو في جزء ما يكبر ان شاء الله، لو بتصرفوا الافات الدولارات مفيش. ليه؟ في زنا في قلب البيت، وزنا حقيقي، زنا مجرد فيديوهات حاجات، استغفر الله. الرجوع كان على اساس ايه؟ فين الامان اللي انت حاسه بيه؟ انا ادعوكي انك انت تقعدي معاه قعده جد، قولي له في موضوع مهم انا لازم نتكلم فيه. لو استمر حالك استغفر الله في ده هتخسر البيت وهتخسرني، وكده كده اهلك بيصرفوا، تطلعي تشوفي حالك والكلام ده. لان فين يعني انا، يعني انا عايزه اقول لك ما لا يعني اقول اللي يستحي قلبك او لسانك يقوله على الهوى. انت معاه في الامر الخاص، انت معاه حتى في القرب او الاكل، وفاكره شكل المنظر والفيديو والدنيا. فين الامان؟ فين الزواج اللي هو استقرار؟ فين؟ طالما الدنيا مستمره ومفيش فايده في الامر. ادعوكي كالاتي، اقعدي معاه قاعده وقولي له الامر ده فيصل، لو تم الامر بعد كده، لو الامر ده تم بعد كده خلاص يبقى انت اللي قررت انهاء الزواج والكلام ده. احنا بنت عايزين بركه في البيوت،
احنا عايزين الله يذكر في البيت، خوف الله. العيل اللي طالع ده يطلع بيعبد ربنا بحبه، شايف في الله في الحياة وفي دين في السواد الفتن اللي احنا فيها دي. قولي له، ولو هو عمل ولو يبقى هو اللي قرر، مش انتي، هو اللي قرر ينهي البيت ويخسر والزواجة تخسر. وادعي وادعي واستخيري على الكلام اللي انا بقوله لك ده، وادعو الله سبحانه وتعالى، ادعوا لي التوبة الاول. يعني عاصي مجاهر او مستتر له حق النصح والارشاد، انصحي لله سبحانه وتعالى وطلعيها من عنه. سمع الكلام خير وبركه، ما سمعش انا رايي ما فيش امان في الزواج دي، في العلاقه دي ما فيهاش امان، ودليل انك مش عايزه تخلفي تاني. يعني فين بقى، فين اللي بيبقى حابب واكمل وتبقى حياه ويبقى مستقبل؟ بس انا مش شايفه مستقبل في ظل الخيانات. ادعو الله سبحانه وتعالى يهديهولك، اللهم امين.